أعزائي مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، صباح الخير وأهلا بكم جميعا. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بكم مرة أخرى في فقرة التوعية المرورية، وحديثنا اليوم راح تكون عن مناورة يقوم بها السائقون في كل يوم عشرات المرات، وفي كل شهر مئات المرات، وفي كل سنة آلاف المرات، ولا يوجد سائق يستطيع الاستغناء عن هذه المناورة وأن لا يقوم بها. وهذه المناورة هي الاستدارة في التقاطعات وفي أماكن الاستدارة في الطرقات. وهذه المناورة بقدر ما هي بسيطة إلا أنها لا تقبل خطأ أثناء القيام بها، فأقل خطأ أثناء القيام بهذه المناورة من الممكن أن تؤدي إلى وقوع حادثة كهذه. الاستدارة الآمنة والقانونية لا تتم بشكل عشوائي وبدون مقدمات، بل هناك خطوات يجب اتباعها عند القيام بالاستدارة بشكل آمن وبشكل قائم ودال على الذوق الرفيع. وأولى هذه الخطوات التي يجب اتباعها هي الاستعداد للاستدارة قبل الوصول إلى المكان الذي تود الاستدارة منها. وإذا لم تكن واثقا من النقطة التي تود أو تنوي الاستدارة منها، يجب أن تخفض السرعة حتى تستطيع قراءة لافتات الشوارع أو العلامات المميزة، أو تحدد بطريقة أو بأخرى الاتجاه الذي تود الاستدارة إليه. ومن لا يلتزم بهذه الخطوة هو حر، ومن ينشغل بهاتفه وبقراءة رسائل الحب والغرام المرسلة من الحبيبة أو من أم الجهال بدل أن ينظر إلى الشارع والنقطة الذي ينوي الاستدارة منها، أيضا هو حر، لكن يجب أن يتحضر في أي لحظة للوقوع في حادثة كهذه. الخطوة الثانية للاستدارة الآمنة والقانونية هي الانتقال إلى الحارة الصحيحة في أسرع وقت ممكن، خاصة عندما تكون حركة المرور كثيفة في الشوارع والطرقات. فبعض أخواننا السائقين يحللون الانتقال بين الحارات متى ما يشاءون وكيف ما يشاءون، طالما أنهم قد أشعلوا الإشارة الضوئية. فبعض أخواننا السائقين يقولون أنا سويت اللي علي وانطيت الإشارة وبعدين حاولت تغيير الحارة، وهذا خطأ فادح، لأننا عندما نمشي في الطرقات السائقون الذين يمشون معنا بسياراتهم في خط متوازي قد لا يرون الإشارة الضوئية التي نقوم بإشعالها، ولهذا لا يقللون من سرعاتهم ولا يتهيئون لإعطائنا المجال الكافي لدخول حارتهم. وعندما نقوم بتغيير حارتنا تهيئا للاستدارة من الممكن أن تحدث لنا حادثة كهذه. الخطوة الثالثة للاستدارة الآمنة والقانونية هي النظر إلى الخلف وإلى كلا الجانبين من خلال المرايا لرؤية المركبات القادمة من خلفنا ومن الجانبين. وفي بعض الأحيان يتعين على السائقين النظر بنظرة خاطفة فوق الكتف، خاصة فوق الكتف الأيسر، لأنه في بعض الأحيان وخاصة عندما تكون المركبات التي تمر بجانبنا صغيرة قد تغيب أو تتلاشى في المرايا، لأن للسيارات بكل أنواعها زوايا ميتة في مراياها، وهذه النظرة الخاطفة والسريعة فوق الكتف تكشف هذه المناطق الميتة وتجعلها مرئية ومعروفة لدى السائقين. وهذه الخطوة مهمة جدا ويجب اتباعها قبل الاستدارة وقبل تغيير الحارة المرورية أيضا، ومن لا يلتزم بهذا الواجب لا أظنه يبقى سالما وغير مسببا للحوادث المرورية، لأنه من المحتمل أثناء تغيير الحارة المرورية أن يتسبب في حادثة كهذه. الرابعة قبل الاستدارة هي اختيار الإشارة الضوئية الصحيحة الدالة على نية الاستدارة إلى هذه الجهة. فالسائق الذي ينوي الاستدارة إلى جهة اليمين لا يجوز أن يشعل الإشارة التي تدل على نية الاستدارة إلى جهة اليسار، لأن الإشارة عندما تعطى بطريقة خاطئة قد تفهم أيضا بطريقة خاطئة، وعندما تجتمع الأخطاء معا حادثة كهذه تكون واردة الحدوث. وندعو من الله عز وجل أن يجنبنا الوقوع في مثل هكذا حوادث، آمين يا رب العالمين. لكن الدعاء لوحدها قد لا تكفي لإبعاد الأخطار لو لم نعمل بجد من أجل سلامتنا ولم نلتزم بالقواعد المرورية.
هذا كل ما في جعبتنا للحديث عنها في هذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي وأمنياتي بالسلامة للجميع إن شاء الله، وشكراً.